وصل وصل. طمنا معلم، ما مات الشب ما هيك؟ معلم لا تأخذنا كأنه زودنا العيار عليه شوي. وأنا ما قلت لكم خوفوا منكم وبس؟ ها؟ فهمني معلم، ليش هيك عم تضربني؟ ليش لفهمك ولا؟ تع ليش عم بضربك عم تقول؟ بدي يضربك، بدي يضربك. تعال هون، تع 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 وبدي يكسر راسك. ايه؟ انت بتعرف هذا الشاب مين بيكون؟ ها؟ لك بتعرف مين بيكون؟ بتعرف مين هو ولا لا؟ ها؟ لك هذا بيكون اخي، 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 اخي. صحة عمي. أهلين ابني، تفضل لنشرب مع بعض. كيف كانت الضيعة؟ العواض بسلامتك مرة تانية. شكرا، أتعيش يا ابني. تحسين عرف مين بكون عمي حقي، شو العمل؟ لازم تنتبه، هالشي مو منيح. أكيد رح يحكي كل شي لفتون كرانلي. واليوم أنا وعروة رحنا على الشرطة واشتكى على حبيب عايدة، يعني علي. بالمختصر هاللعبة كلها عم تفرط وهالقصة عم تنتهي. شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل؟ رح أنتظر اتصال أمي اللي زمان كتير ناطره، فبنتظر كمان شوي. يمكن الأحسن أنه ينكشف كل شيء. اليوم كانت أم حنونة كثير عمي حقي. لأول مرة أنا وأمي بقينا لحالنا، تعشينا سوا وحكينا كثير، حكينا وضحكنا كثير، كنا قراب لبعض، كنت قريب من قلبها كثير. بلش التلج اللي جواتي يدوب ويحن، وكأنه يعني كيف بدي اشرح لك، طلعت فيني كأنها بتحبني. يعني كيف الأم بتطلع بولادها، هيك طلعت فيني. لأول مرة حسيت إنه عندي أم قاعدة معي. بلحظتها نسيت كل شيء قديم. كأنه هي أمي من أول ما خلقت وما تركتني، وعطول كانت واقفة جنبي. خلاص يا ابني، حاجة تحكي هيك قطعت لي قلبي. الإنسان لما بيكون عنده أم معناتها شيء كتير حلو عمي حقي. بكفي يا ابني. لو بلحظتها قالت لي ابني يمكن كنت بفقد عقلي. انسى، يمكن هيك صار احسن، لانه ما كنت رح اقدر اكمل بهالموضوع. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.